حنا فداي البلد والدار تشرح علينا وقت اللوازم نبين الحين ولا بعد محد تهقوى وطنا من ماضيات السنين كوبان يا من قعد ما شفت فعل النشامة لطامة العايلين لعيون ضافية الجعد لا صوتن العذارة بالصوت يا الطيبين. بهذه الأبيات نرحب بكم الأخوة المشاهدين مجددا في برنامجكم وبيتكم ومكانكم الثاني برنامج وسم في هذا الشهر الغالي علينا جميعا شهر فبراير، شهر الانتصارات وشهر الاستقلال وشهر التحرير وشهر الأعياد الوطنية اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما أعياد خير علينا وعليكم وعلى كل من يقيم على هذا الأرض وهذا الوطن الغالي. ونرحب في أخونا وحبيبنا العزيز الغالي أبو عبد الله اللي دائما وجوده يجعل البرنامج أحلى وحديثه دائما تطرب له النفوس وهي عبارة عن غذاء فكري. فنحييك يا أبو عبد الله. يا هلا ونرحب فيك. يا هلا ونقول يا لك أطرب مسامعنا. الله يرضى عليك، حياك الله أخوي أبو مطلق. يا هلا ويا مرحبا فيك، وأشكر لك هذه المقدمة الجميلة اللي يعني لا تمل ما شاء الله. الله يحفظك. أحسن، تبارك الله فيك أخوي أبو مطلق، وأبارك لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات حلول هذه المناسبات الكريمة الجميلة العزيزة على نفوسنا. وفي ذات الوقت أنا أشكر المخرج الكريم والطاقم البرنامج على اختيار هذا المكان وهذه اللوحة الجميلة بما تحمل من معاني كبيرة جدا في قلب كل إنسان كويتي. هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن، شهداء الكويت رحمهم الله، وجعل الجنة مثواهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد الكريم آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. يقول الفلاسفة: فطرة الرجل معجونة بحب الأوطان. الإنسان طبعاً الرجل هو كناية عن الإنسان بشكل عام، الرجل والمرأة. الإنسان بشكل عام بطبيعته بفطرته محب لوطنه أخوي أبو مطلق. والشعراء في السابق كانوا دائما يتغنون بالأوطان ويشتاقون إليها. فأحد الشعراء يقول: لقرب الدار في الإقتار خير من العيش الموسع في اغترابي. يعني أعيش في داري وفي موطني وأنا مستور الحال أفضل من أني أعيش ثري وغني وأنا بعيد عن داري. المعنى النفسي اللي يحمله حب الأوطان. لأجل ذلك قيل: من أمارات العاقل بره بإخوانه وحنينه لأوطانه. من علامات عقل الإنسان واتزانه إنه يعني يشتاق لوطنه، إنه يحب لوطنه، مثل ما يكون بار بإخوانه وأصحابه وأهله. هذه من فطرة العاقل، الإنسان العاقل. أبو تمام حبيب بن أوس أيضا من شعراء العربية، الشعر العباسي المعروف: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. أول منزل دائما له الحظوة وله المعنى الحقيقة. والله أنا حقيقة وحقيقة مثل ما تفضل. استذكار هذه المعاني في الحقيقة أيضا في هذا من فطرة الإنسان اللي أكدها التراث العربي بمقولاته الشهيرة وكلام الفلاسفة والعلماء والشعراء والعقلاء. وأيضا في تراثنا الإسلامي ما يؤكد على أن حب الأوطان عبارة عن فطرة. يعني أنت لما تشوف الإنسان المغترب عربي أو غير عربي يأتي إلى هذا البلد بقصد كسب لقمة العيش وتشوف حنينه لأهله لوطنه الله. وما يقبل بحال من الأحوال أن يسيء أحد لوطنه بطبيعة الحال. فهني تتأكد لك هذه الصورة وتشوف مدى حنين هؤلاء لأوطانهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة اللي ترعرع فيها وعاش فيها لأكثر من 40 عام، أكثر من 40 عام هو لم يغادر مكة إلا في حالات خاصة جدا، تجارة في مال أم المؤمنين خديجة، هذه مرة. إذن هي مرات قليلة. كان دائما مرابط متواجد في مكة المكرمة ويحبها حب كبير وأفنى عمره في سبيل هداية أهل مكة. لكن لبالغ الأسف رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجد الله سبحانه وتعالى موطن آخر، مكان آخر، وهي يثرب
اللي اصبحت بعد ذلك المدينه المنوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه الحاسمه اللي يغادر فيها مكه، يهاجر فيها من مكه الى المدينه، كان يعتصر قلبه الالم، الام عده. كان من ضمن هذه الالام هو الم مفارقه الوطن، الله، مفارقه المكان اللي ترعرع فيه ونشا فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغادر مكة ويلتفت إليها وينظر لها: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. لو أن يعني أهلي وجماعتي وقومي وذوي رحمي ما طردوني من هذا المكان ما كنت طلعت منه، مجبر. إي نعم، إي نعم، الله. فالحديث طبعا عن هذا الموضوع يعني حديث يطول أكيد يا أبو عبد الله، ولا نشبع منها أصلاً. أي والله. وحنا لو صراحة البلد مثل ما قلت يعني البلد لو نقدم له كل شيء إحنا مقصرين. أي والله صدقت. إن شاء الله يا أبو عبد الله فاصل. إن شاء الله. وبإذن الله نستكمل معكم الأخوة المشاهدين مع أخوي أبو عبد الله ما تبقى من هذه الحلقة. نحييكم الأخوة المشاهدين مجددا في برنامجكم برنامج وسم، وما زال الحديث مع أخوي أبو عبد الله عن حب الأوطان وحادثة الرسول عليه السلام اللي ذكرها قبل شوي بينها، لعلها يعني أكبر دليل. وفعل الإنسان لا يمكن يعيش بعيدا عن بلده حتى لو يعني كانت فترة معينة، لكن يضطر أنه يرجع لهذا البلد. فحب الوطن ما له مثيل يعني، ما حد يناقش فيه. وأخونا أبو عبد الله الآن يستكمل لنا ما تبقى من حديثها الطيب. الله يحفظك أخوي أبو مطلق ويبارك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة زين، وبعض الصحابة ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعود إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الأنصار وأكد لهم بأن المدينة أصبحت هي موطني ومكاني الذي سوف ألازمه، فاطمأنوا حين ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وهذا مما يدل أيضا على ألم فراق الأوطان. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا هذا الدعاء إلا ولا يزال في حينها ألم مفارقة مكة لاذع قلبه. لهذا قال: اللهم حبب إلينا المدينة. شوف أهل مكة شنو سووا في النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من هذا يقول كحبنا مكة أو أجد. الله. فإذا هي المحبة من دلائل يعني من معاني الدين، من تربية الدين، أن الإنسان يحب وطنه ويكون مخلص له ومحب لأهله، لأن في الوطن هذا تنشأ معاني الجيرة والرحم، صح ولا لا؟ نعم صحيح. وكل الأخلاق الإسلامية اللي احنا نتعلمها وين يمارسها الإنسان؟ في الوطن اللي يكون موجود فيه، صح؟ نعم صحيح. اي نعم. لهذا بلال كان ايضا، بلال بن رباح لما غادر مكة ايضا هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من اهل مكة، فايضا هو احد الناس الذين تألموا لفراق مكة زين، مراتع الصبا والمكان والأهل والجماعة والحلو. فقال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وهذه نباتات ومعالم معروفة. مكة المكرمة. نعم الله. زين. ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وهذه جبال كانت تحيط بمكة. نعم. فهو يستذكرها ويتمنى العودة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة المنورة أحب أنه ينشئ مفهوم اللي إحنا نسميه المواطنة اليوم من خلال وثيقة المدينة المنورة. وثيقة المدينة المنورة هي عبارة عن أول دستور، وإحنا سبحان الله في بلدنا الحبيب الكويت أول ما خرجنا من الانتداب البريطاني وهو ما يسمى بالاستقلال أصبحنا دولة مستقلة ذات سيادة مستقلة ذات مبادئ دستورية تقوم على أرض الواقع، هناك حكومة وهناك مواطنين ما أحد وصي عليهم. ها، بعد خروجنا من الـ كما قلت لك الوصاية البريطانية، أول قضية قامت بها الكويت هي وضع الدستور. وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هو أول ما استوطن المدينة المنورة مباشرة كان في هناك أطياف، هناك يهود، هناك نصارى، هناك عرب لا يزالون على حال الشرك، وهناك مسلمون، والمسلمون ينقسمون إلى قسمين، قسم الأنصار وقسم المهاجرين. فبالتالي أحب أن يجمعهم كلهم في نسيج واحد، فوضع الدستور اللي كان ذاك الوقت يسمى بوثيقة المدينة أو الصحيفة. جمع هؤلاء الأقوام بوجهائهم واتفق معهم على تلك المبادئ الدستورية والحدود التي تنظم العلاقة فيما بين هؤلاء وبعضهم، وما بين هؤلاء جميعا الأطياف المختلفة والقيادة السياسية، وهي النبي صلى الله عليه وسلم ومستشاريه ومعاونيه. هذه القيادة السياسية، هناك مبادئ دستورية في التعامل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين هؤلاء الناس الأطياف المختلفة، المفارقات الدينية التي أصبحت بعد ذلك طيفا واحدا تجمعهم، مفهوم اللي احنا نسميه اليوم المواطنة، اللي احنا نسميه اليوم المواطنة. فإذا هذه بعض الـ يعني الوطن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أكيد. الجليلة العظيمة الله. التي ينبغي يعني الاستقرار، الوطن، تلقى عندك بيت وأنت تعود لبيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام الله. لا تنسى الناس اللي مهجرين، اللي يعيشون في الخيام، اللي ظروفهم صعبة. احمد ربك ان انت عندك وطن، نعمة امن وامان واستقرار. هذه الواحد يسخر لها نفسه وحياته في سبيل الثبات عليها وتربية الابناء عليها. اي نعم، الله يقويك، الله يحفظك ويسلمك. شاكر لك يا ابو عبد الله، الله يرضى عليك. هالملاحظات وهالكلمات وهالاضافات الجميلة اللي انا صراحة اول مستفيد منها. الله يرضى عليك، الله يقويك يا ابو عبد الله ويكثر خيرك. امين. الى هنا الاخوة المشاهدين تنتهي هذه الحلقة، ونلتقيكم باذن الله في حلقات قادمة. والسلام ختام.